انواع واشكال ما شاء الله. شوف شوف ها شنو هذا؟ ايش ذا؟ كنافه بالنوتيلا ها شوف كنافه بالنوتيلا كنافه بالقشطه هذا بالقيمر استاذ؟ بالقيمر هذا شنو؟ قيمر عرب. قيمر عرب ها ايش تبون بعد؟ ما عاد كشخ والله صار عليه ضربه قوي والله لطيف عربي ها؟ كنافه بالقيمر العربي هذا صدق قيمر عرب قيمر عرب قيمر عرب يعني قشطه البلد. صباحكم الله بالخير، جاهزين حق اليوم الثاني؟ عندنا جيمر اليوم من الناصريه، خلكم معنا اليوم يوم الثاني. المنظر الحلو لا تطالع سهالة بس أيوة عاش الدي جي عاش الدي جي هذا الدي جي عاش هذا الريل صيح بقهر يا ريل شوفوا هني الأهالي بيروحون سجن الحوت ناطرين بيروحون يسلمون على أهاليهم بالسجن كلهم قاعدين بيزورون أهاليهم عيالهم أهلهم اللي بالسجن سجن قدام وصلنا المحطة الأولى شوف المبنى شكبره من بعيد هذا نفس اللي دخلنا من قبل هذه تبع أي تذكرون أبو أشرف العام كنا وياه موقع زاقورة تور زاقورة اللي هي عبارة عن عاصمة الحضارة السومرية أول حضارة في تاريخ البشرية زاقورة الهرم المعبد الديني في عاصمة أول حضارة في تاريخ البشرية هذه المدينة كاملة تسمى مدينة النبي إبراهيم عند التوراة أور معناتها الدين فهي الأرض المقدسة أرض الدين أرض الآلهة أرض العبادة معنى الدين تطور من هذا المكان قبل 5000 سنة. احنا هني في حضرة أور عاصمة حضارة السومرية قبل 5000 سنة والمكان ينقف فيه ليوناردو ويلي ودكتور هول من متحف البريطاني وبنسلفانيا سنة 22 لسنة 34 فهن فيها مفاجآت هذا تكلمنا عنه العام احنا شوفوا كل مدينة كاملة مدفونة تحت الأرض بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب ابا اشرف بعديكم تدون اشرح لكم وعدكم اسمهن الدور الاول اسمه دور العبيد اللي هو اكثر من 4000 سنه قبل الميلاد سكان العبيد يعتبرون هم السومريين الاوائل اللي وضعوا مبادئ الري الاولى طوروا الزراعه استخدموا المعادن خصوصا ماده النحاس دور الملك اورنمو اللي وضع 31 ماده قانونيه لكن حمورابي 282 ماده فاصبح اكثر ها شباب صاعدين هذا شو اسمه آجر ها آجر عمره 5000 سنة هاي يبا شو رايكم احنا فوق هذا قصة صار عليه تلميم بالدرج الوسط بس هذا في الجير كانت موجود فيه شوفوا المقابر الملكية التلال الماخ اللي معناها المصطبه هذا اكو قوس موجود به يعتبر كاقدم قوس مكتشف يعني من الاقوال هذا المعبد اللي اسمه جيت فاركو اللي يعتبر مهم لان المنقبين عثروا به على اشياء في ازمنه مختلفه لعده ملوك ومكان واحد فيعتبر اول فكره لبناء المتاحف الشخصيه لان بقيه الابنيه دائما يعثرون على اشياء لفتره محدده وحده لملك واحد باستثناء هاي البنايه المربعه هاي عده اسماء بس الاسم الشائع هو قصر
شولقي، لأن أكثر البناء صار بزمن هذا الملك شولقي. شولقي هو من الملك الثاني بسلالة أور الثالثة، وأكثر ملك حكم مدينة أور، يعني فترة حكمة تقدر 47 سنة، 295 إلى 248 قبل الميلاد. بس الغاية من عنده هو الإدارة شؤون الدولة أو قصر ملك. فباب خارج واحد على جانب الأيسر من هذا. أشرف، والدك ولا جدك اللي اشتغلوا مع البعثة؟ جدي ووالدي اشتغلوا مع البعثة؟ جدي اشتغل وي ولي، بس والدي اشتغل وي دكتور عراقي اسمه دكتور طه باقر. طه باقر بالستينات ايه بالستينات اشتغل والدي 45 سنة طبعا. ما شاء الله. ايه. وجدك مع ليوناردو ولي؟ مع ليوناردو ولي اللي ايه؟ يعني قبل ليوناردو ولي، أو ليوناردو ولي هي تعتبر بداية التنقيبات العلمية. علمية صح. يعني سبقتها تنقيبات، مثلا ويليام لوفتس 1850، تايلر 1852، كامبل تومبسون 1918-1919، لكن التنقيبات العلمية يعتبروها هي ويلي 1922-1924. عندك صور؟ في لا صورة صح؟ أكو صور إلى جدي يعني موجودة قديمة. قديمة مع يحفرون بالمقبرة. بالمقابر. اسمه أستاذ عيسى هو أستاذ عيسى؟ جابر. جابر. جابر يعني الطيار. سعادة بينت بالأمطار. أي والله. يلا خلاص. جابر. سال جابر. قربها على إيد الكاميرا ذيك. كلنا هني صورة 2019. لازمة ابو سامي. ايه حاليا نحن هم يجون لهناك بس زاكور على يسارنا على يمين الشبك، هذا المنطقة الممنوعة the most restricted area في الزاقورة، بداية تنقيبات البعثة البريطانية وجامعة بنسلفانيا 22 في المقابر الملكية اللي اكتشفوا فيها آثار أول حضارة في العراق، الحضارة السومرية. الحين احنا شلون بندخل داخل هذا المكان؟ دخل احنا المقبره الملكيه. منو دخلها ابو اشرف قبل؟ ما حد. ولي وبعد منو؟ ويليام لوفس وتايلر. بس اكثر شيء هو ولي. ولي. ولي اللي نقب بها. والشخصيات المشهوره منو؟ ها؟ الشخصيات المشهوره. البابا فاتيكان وصل؟ لا لا، مثلا وزير خارجيه فرنسا. اي نعم. كوشنير بوقتها هم اجى، ويعني اضاف الى سفراء الدول. اي نعم. الفين مقبرة داخل ها؟ ديش تعتبر مقبرة الشعب يعني. الشعب ايه. شوفوا مدينة كاملة تحت الأرض هاي، شوف شوف التلال هذي. الله أكبر، فخاريات كل مكان، شوفوا شوفوا كله فخار، شوفوا شوفوا كثر عندهم أغراض. شوف طبعا أغنى آثار العراق لقوها هني، لوحة أور أو أور ستاند، أورنامو، تمثال أشتاب التاج الملكي، كلهم موجودين في المتحف البريطاني. يا الله الله أكبر، شنو هذا المطر؟ شوف شوف المطر شو مسوي. الصورة المشهورة الحفرة اللي كان فيها السلالم والناس نازلة تحت فيها، المنطقة هذه كلها شبعاد، ملكة سلالة أور الأولى، أول حضارة أو أول سلالة حاكمة في تاريخ العراق، اللي لقوا فيها التاج في المتحف البريطاني. الحين بحط لكم صورتها. علي لقوها من هني، والقيثارة أيضا لقوها فيها البقعة. لا تمشي على القرص. كلهم بينزلون الحفرة، حفرة ليوناردو ولي. واحد صورة واحد فيديو. أنا الحين قاعد أبكي أدمع، لأن هذا مكان وايد نادر. قبر ولد ملك أورنامو مؤسس أور الثالثة، هني وقف ليوناردو ولي سنة 22 ولقى الحضارة، أقدم حضارة في تاريخ العراق. الله يحييك. شنو هذا الموقع هذا؟ شنو هالموقع؟ 18 متر تحت الأرض. هاي أبو أحمد شلونك؟ لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله. يبا ذا قبل 15 سنة ما يعرفون الله كانوا، ايش فيك؟ ما يعرفون الله هذول، وين يعرفون الله؟ إيه. شوف احنا الحين داخل، داخل المقبرة الملكية. ما تقدر طين طين كله طين. إيه. شوفوا الأقواس. هذا
هذا شولقي ها، نبي نروح قبر شولقي ولد اورنامو. اورنامو مؤسس سلاله اور الثالثه 2150 قبل الميلاد. شولقي اللي نفس موقعه في فيلج لقيناه من 2098 الى 2048 قبل الميلاد. يعني قبل 4100 سنه. هذا قبره لا نزلق بس شوي شوي. هذا ليوناردو ولي هنا حفر سنه 22 ل 34. هذا منظر السلم المشهور. هذا قبر شولقي ولد اورنامو المؤسس كاو. كل الطين ما نقدر ندش المقبره تحت السلم. يعني هذا قبر هذا بس هي احتمال بيوت احتمال يعني بيت النبي ابراهيم. شوف المنظر الزاقورة ولا ثلاث. شوف شوف شو مسوي. شوف هذا شنو هذا واحد ساحة. ساحة بس هذا مجرى اندفن. هذا طبعا هذا كان واحد قوة باو عربانة ولي استخدم 1922 في التنقيبات. باك مدينة نبي إبراهيم وحفريات ليوناردو ولي وأسرة إسن لارس وأسرة بابل وأسرة سومر الأولى والزاقورة. بعد خلاص زرنا موقع بيت النبي إبراهيم حفرة ليوناردو ولي قبل قبر شو اسمه خسال ولد أورنامو شو اسمه شولقي. زين بعد وين رحنا؟ كل هذا شفنا شفنا الدنيا كلها خلاص. ما بقى ولا السلالة الأولى. السلالة الأولى والسلالة الثالثة والسلالة البابلية. عربانة ولي. عربانة ولي. عربانة ولي اللي حفر فيها 22 وقط فيها الأغراض والآثار والرمل هم صورها. بعد شنو شفنا؟ كل شيء شفنا. الحمد لله. كل شيء بربع. كل شيء بربع. بس شرط أخذها بلا دمع. بلا دمع. مين أنا بعازة الدمع؟ كل ساعة يبعون بين وجهه. ما حد فزع من الربع بس الدمع. بس الدمع. طبعا احنا حاليا نبي نشوف شيء سريع كذي مكان سري وايد حلو. شوف الشرطه كلها هناك. يلا ان شاء الله. دكتور حسن دكتور اثاري. الله يحييك. الله يسلمك. والاساتذه البقيه. احنا بالدوريه اختم ذاك نموذج الختم. شوفوا وهني ضبطية الأخوان هني في مديرية الشرطة الذقار. ما شاء الله كله لاقينا لقى سطحية سيرفس كولكشن. هذولا مديرية شرطة حماية الآثار. مديرية شرطة حماية الآثار مضبوط. هذا هو نهر الفرات. حماية الشخصيات طالعة ويانا.